للمشهد العام في البلاد سواء من الناحية الاقتصادية أو الدبلوماسية. دورة أخرى هي 34 في تاريخ المعرض الدولي للكتاب في تونس. بدا المعرض هذا العام انعكاسا لكل كبيرة وصغيرة تعيشها البلاد. فالجار الجزائري أو الحليف التقليدي الرئيسي يحل ضيف شرف على دورة هذا العام. تونس التي تحاول دبلوماسيتها النأي بنفسها عن التحالفات الإقليمية تحتضن أيضا الأضداد، فالجناح الإيراني يواجه الجناح السعودي. ليس هذا فحسب، ففي المعرض لا صوت يعلو فوق صوت الكتاب السياسي بالنظر لما تعيشه البلاد من تجاذبات في جو من الانفتاح. المشهد السياسي يعني انفتاح تام وكامل بإيجابياته وسلبياته. بحكم أنها توا عندنا حوالي 15 عام شاركوا في معرض الكتاب، والوجوه ولينا ديما نعرفوها نفس الوجوه، تضاف عليها وجوه جديدة، لكن الوجوه القديمة الحمد لله ديما موجودة وديما نفس الطلب، نفس النوعية متاع الكتب اللي احنا ننشروها. معرض الكتاب جاء ليعكس أيضا انهيار المقدرة الشرائية لدى المواطن التونسي المكتوي بنسب تضخم لم تشهدها البلاد منذ نحو 30 عاما. الدينار التونسي يعاني من أزمة في مقابل اليورو، لذلك النشر التونسي أو العارض غير قادر مثلا على شراء الكتب من دور نشر فرنسية، لها ضلع كبير في الثقافة التي نريد نشرها سواء كانت الفلسفية الأدبية أو حتى العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجية. وليس من باب الصدفة أن يسعى كثيرون للبحث عن كتب ومؤلفات موجهة للأطفال في ظل تراجع نسب المطالعة والقراءة. احنا عندنا قصص الأطفال خاصة، خاطر أكبر معناها وصية وصلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأطفال، لكن كيفاش يربوهم على القصص وعلى المطالعة. عندي بنتي تعيش في كندا، عمرها 3 سنين، اشتريت لها كتب للأطفال، يعني كتب تلوين وأرقام وحكايات قصص. معرض تونس للكتاب في نسخته 34 يعكس إذن المشهد التونسي في أدق تفاصيله، حتى وإن كان مشهدا مركبا. بسام بنني، BBC تونس. نشرتنا انتهت، يمكنكم دوما متابعة آخر الأخبار والتقارير على موقعنا على الإنترنت وعلى صفحتنا على فيسبوك وتويتر.